سورة الماعون مكية. من مقاصد السورة بيان صفات المكذبين بالدين. التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.